اليوم 25 ماي احتفلت الجالية الصحراوية المتواجدة في فرنسا احتفالها المركزي بمنطقة مونتلوجولي اللي حضر له وزير المستشار رئاسة الجمهورية الأخ بشير مصطفى السيد، ولكن أيضا بالإضافة إلى الأعداد الكبيرة من الجالية الصحراوية في فرنسا حضر له يعني وفد كبير من المتضامنين الفرنسيين مع القضية الصحراوية، ولكن أيضا وأساسا وفد من السفارة الجزائرية في فرنسا والمتضامنين الجزائريين مع الشعب الصحراوي في فرنسا. والرسالة الكبرى بطبيعة الحال هذا الاحتفال كانت هي مناسبة لاستحضار معاني هذا الحدث، هذا التاريخ اللي هو إعلان الكفاح المسلح من طرف الجبهة، واللي كان في وقته يعني تعبير عن خيار سياسي وخيار استراتيجي في فهم النزاع والصراع مع العدو اللي كان بطبيعة الحال لا يمكن ربحه إلا بالبندقية، كما كان هو شعار المرحلة آنذاك، والذي ما يزال بطبيعة الحال هو شعار المرحلة يعني بشكل استراتيجي، يعني من خلال الكلمات اللي تناوب المتدخلون عليها في هذه الأمسية، يعني تم استحضار 20 مايو، ولكن أيضا تم استحضار أول نوفمبر باعتبارهم حدثين فارقين في تاريخ الثورة الصحراوية وتاريخ الثورة الجزائرية. والرسالة الكبيرة اللي تم تعبير عنها أنه كيف كان أول نوفمبر والمقدمة الضرورية لحصول الشعب الجزائري على الاستقلال الوطني 5 جويلية 1962، أيضا 20 مايو 1970 تؤدي حتما بدون شك إلى حدث آخر، يوم آخر سيخلد قريبا إن شاء الله، وهو يوم استكمال الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية سيادتها على كامل التراب الوطني. في عمق المعركة خلال هذه المرحلة الفاصلة من كفاح التحرير الوطني، وأكدت على جملة الانتصارات المسجلة واللي هي في الحقيقة تضع حمل ثقيل على الجالية، ومطالبة بأنها تلعب دور الفيلق المتقدم في هذه المعركة التاريخية والمرحلة الحاسمة من المعركة التاريخية مع العدو. هناك إجماع على التواجد في الصفوف الأمامية، هناك إجماع على حمل رسالة الشعب الصحراوي للرأي العام الفرنسي، هناك إجماع بأنه يعني الجالية الصحراوية والصحراويين المتواجدين في فرنسا يعني سوف لن يدخروا جهدا خلال هذه السنة والسنوات القادمة من أجل إبلاغ رسالة الشعب الصحراوي المكافح إلى الرأي العام الفرنسي، وبالتالي يعني المساعدة في التأثير على الموقف السياسي لفرنسا الذي نتمنى بأنه يتغير شيئا فشيئا، وبأن فرنسا يعني تدرك بأنه حان الوقت في حل هذا النزاع، وحان الوقت بأنه تفهم بأنها من مصلحته ومن مصلحة المنطقة بأن تكون جزءا من الحل وأن لا تكون